مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه من فضلك اشترك، دي حاجه هتبسط. في فنانين كده مهما غابوا عن الساحه الفنيه ومهما غابوا عن الاعمال بنفضل فاكرينهم وبنفضل ندور على اخبارهم ونعرف يا ترى راحوا فين، يا ترى ما بيشتغلوش ليه، لانهم بصراحه برغم ان هو يمكن يكونوا مش من ابطال الدور الاول الدور الثاني، هم الادوار الثانيه، ولكن احنا بنشوفهم يعني ان هم ممثلين شاطرين، حرام ان هم يغيبوا عن الساحه الفنيه ما يبقوش موجودين. بنحب نعرف اخبارهم ونعرف تفاصيل عنهم، وده بالظبط اللي أنا كنت عملته مع الفنانة زينب وحبي. الفنانة زينب وحبي يمكن يكون كتير من الناس مش عارفين هي راحت فين بتعمل ايه. فنانة زينب وحبي واحدة من أبطال مسلسل يوميات ونيس، لعبت دور حريصة في المسلسل ده قدام النجم محمد صبحي. الناس كلها يمكن عارفينها في المسلسل ده، لازم كل واحد فينا كده شاف على الأقل جزء واحد من يوميات ونيس اللي تعرضت لسنين طويلة قوي وتعامل منها أجزاء طويلة، وبصراحة كانت من أفضل المسلسلات المصرية على الإطلاق في وقت من الأوقات. هي مولودة في 12 شهر 6 سنة 1952. كتير عن تفاصيل حياتها وبداية دخولها المجال الفني مش معروفة، ولكن هي حياتها الفنية ابتدت من السبعينات وانضمت لفرقة محمد صبحي المسرحية في فترة الثمانينات، وقدمت معاه عدد كبير من الأعمال اللي احنا عارفينها وبنشوفها، زي مثلا مسرحية وجهة نظر، وشاركت في عدد من الأفلام بعدها، وأشهر فيلم ليها على الإطلاق فيلم امرأة أيلة للسقوط مع يسرى. في كتير مننا ممكن ينسى اسم الفنان، ولكن بيرتبط معاه الفنان باسم شخصية من اللي هو عملها. بالضبط ده اللي حاصل مع الفنانة زينب وهبي. ناس كتير عارفينها باسم حريصة في مسلسل يوميات ونيس، بدأت مسيرتها من خلال مسلسل ملك اليانصيب واللي تعرض سنة 1972، وشارك في بطولته الفنان شكري سرحان والفنانة زيدي البدراوي. وبعد كده قدمت مسلسل عادات وتقاليد في نفس السنة سنة 1972، وتوالت أعمالها الفنية، مثلا قدمت فيلم الاختلاط ممنوع تم عرضه سنة 1986، وفيلم لعدم كفاية الأدلة مع الفنانة نجلاء فتحي والفنان صلاح السعدني ويسرى، وكمان شاركت طبعا بقول لكم في أيلة للسقوط مع محمود حميدة ويسرى. أما آخر حاجة بقى قدمتها على الشاشة مسلسل زي الشمس سنة 2019 مع دينا الشربيني، ومسلسل طلقة حظ في نفس السنة مع الفنان مصطفى خاطر. دي أهم المحطات الفنية في حياة الفنانة زينب وهبي. تعالوا نتعرف على أهم المحطات في حياتها الأسرية. اتجوزت من المخرج المعروف حمادة عبد الوهاب اللي أخرج العديد من الأعمال الفنية، ربنا رزقهم بولدين، وهي لما اتكلمت عنه قالت ان هو اول حد حط رجليها على طريق الفن، وقام باشراكها بالعديد من المسلسلات الناجحه زي اشياء لا ننساها، بعد العاصفه. والحقيقه ان الفنانه زينب وهبي خلال مسيرتها الفنيه مش بس كان الناس حابين يعرفوا عن المسيرة الفنية بتاعتها، وأكتر حاجة الناس بتدور عليها على الإنترنت المسيرة الفنية بتاعت زينب وهبي، كمان في جانب في حياتها الشخصية مهم جدا جدا جدا، وتحديدا وهي بتولد ابنها الثاني. قالت في لقاء من اللقاءات: أنا رجعت من الموت للحياة مرة تانية، وقالت إن هي حست بإن حياتها كانت خلاص على وشك الانتهاء، وحكت عن قصتها مع ولادة ابنها الثاني عمر، وقالت كنت رايحة للمستشفى ولادة طبيعية عادي مفيش أي مشاكل، وما حسيتش بأي مغص ولا أي مشاكل خالص تشخيص، يعني لما كان الدكتور واقف بيكشف عليها وفجأة حست إن هي بتطير جوه أوضة العمليات، وشافت الدكتور متوتر وجري ينادي على الدكتور المسؤول بيقول له إن في أمر حصل بشكل مفاجئ وغريب. زينب وهبي، هل بالفعل مت وعدت مجددا إلى الحياة؟ هم قالوا كده، بس انا هم قالوا ولا أنا انت شفتي وحسيتي واقتنعتي؟ شفت. انا كنت داخله اوضه العمليات على رجلي وعادي جدا، وما عنديش الطلق الحامي، ده كان تاني بيبي ليا، كان ابني كريم وقتها عنده 5 سنين وسعيده ومش حاسه باي حاجه، و
حطوني يعني قعدت على سرير الولادة، وكان مساعد دكتور شريف جوهر، كان أنا فاكرة كويس قوي كان اسمه عمر. نعم. فبقول له ده ما فيش مغص قوي. أنا قلت الكلمة دي ولقيت نفسي شفت أنا أوضة العمليات دي أكني أنا واقفة طايرة في السقف. كأنك واقفة في السقف؟ آه، شايفة تحت، شايفة الأوضة من تحت، وشفت الدكتور عمر بيجري في خرج من أوضة العمليات، دخل أوضة، شفت الدكتور شريف جوهر وهو بيقول له الحق يا دكتور شريف. فجري دكتور شريف بص عليا وانا كل ده في السقف، يعني انا بصها اكني يعني انت شايفه جسمك. ايوه. شايفه الاطباء. انا شايفه الاطباء. جسمك مش شايفه. مش شايفه. اه اوكي. يعني انا شايفه الاطباء بس، وسامعه كل كلمه. قال له عملت لها ايه؟ قال له والله العظيم ما عملت لها حاجه يا دكتور. بعد كده لقيت نفسي طايره، شفت جمهورية مصر العربية كلها، بس طايرة في نفس، يعني الدنيا منورة، لأنه كان الصبح، كان يوم الجمعة الصبح قبل صلاة الظهر بكتير، يعني من الساعة 9. شفت ابني، رحت الزمالك، أنا ساكنة في الزمالك، ابني اللي عنده 5 سنين شفته لابس بنطلون قطيفة كحلي وبلوفر جاكار أبيض في كحلي، وكان جوزي الله يرحمه ورحمة الله عليه كان بيصور فيلم اسمه الريال الفضة، كان شفته وهو بيصور فوق السطح، وكان معاه الفنانة رغدة وأستاذ والفنان محي إسماعيل. فجأة وأنا طايرة كده شفت صور من لعمري من وانا 3 سنين، من حياتك، يعني شريط حياتك الى الوقت اللي انا كنت داخله اولد فيه. وبعدين دخلت في نفق ضلمه، ولا رجلي محصله النفق ولا ايديا الاثنين، بتشقلب جواه، بتشقلب بطريقه بسرعه، ولا خايفه ولا مخضوضه على فكره في كل الحاجات دي، ولا حاسه برعب ولا اي حاجه. بالعكس، انا جيت في نهايه النفق، امي رحمه الله عليها كانت في نهايه النفق، وابتديت اتعدل فعلا، ورجلي اتحط. امي الله يرحمها كانت متوفيه، يعني كانت بكتير، كانت ماتت بكتير، شفتيها باخر النفق مستنياكي. بالظبط، كانت فاتحه ايديها ليا. ايوه. انا شفتها اطمنت، فجريت، بقيت ماشية على رجلي، جريت في النفق، وراها كان نور جميل جدا، ما خضنيش ولا حاجة، يعني أنا مبسوطة. حضنت ماما جدا، وزي ما أكون بقول لها وحشتيني، عايزة أخدها، أنا اللي أخدها وأعدي النور ده. وفعلا باخدها كده، يعني في نفس الحضن بجيبها كده، بحيدها كده عشان أشوف أمشي في النور. لقيتها يعني التعبير كان فظيع بتاعها، عدلتني قوي وراحت زقاني، وأنا حضناها جابت إيديا الاتنين زقتني، وابتديت أسمع صوتها وهي بتبعد، لأن أنا كنت أوريدي بتشقلب من داخل النفق ده، رجوع. نعم. مش تكملة. قالت لي لسه بدري يا زينة، وصوتها ابتدى يبعد، وانا بتشقلب برضو. وصلت للمرحلة اللي انا مش طايلة جوه النفق رجلي ولا ايديا ولا قادرة، لانه المرحلة اللي ابتديتي فيها، اللي ابتديت فيها طايرة طخ طخ، برجع بهبدة جامدة. فتحت عينيا، انا ما اعرفش كانت عينيا بقى مغمضة وقتها ولا لا، بس جوه أنا أوضة الولادة على سرير الولادة أكني حد شني هبدني. حتى قلت أي، وبعدين بصيت الله يمسيهم بالخير بقى، يعني كان مشاعر حلوة قوي. الاتنين الممرضات والحكيمات ودكتور شريف قدامي،
فتحت عيني يعني بصلهم كده، انتوا بتعيطوا ليه؟ هو حصل ايه؟ قالوا لي اسكتي خالص. قلت لهم طب انا جبت ايه؟ فقال لي يا ستي جبتي ولد. قلت له عايز اسميه عمرو. قال لي حاضر. انا لاحظتك لما كنا عم نسمع التقرير قفلتي ودانك مش عاوزه تسمعي. اتصور بقى من سنه 82 لغايه دلوقتي اول مره اسمعه في حد. قلت لحضرتك انا خايفه اتعب. تاثير الكلام. السؤال اللي عاوز اساله، يعني خبرتيني كل حاجه، طيب اثناء المرحله دي ولا للحظه واحده حسيتي انه انت تاركه اولاد، تاركه ناس بيحبوكي، تاركه عيله عاوزه ترجعي لهم؟ يعني للحظه يعني كان كل شوقك تلاقي ما بعد النفق؟ والله العظيم ما حسيت باي حاجه. اللي حسيته فرح ان انا شفت امي، بفرح جامد، مع ان انا كريم ابني كان وقتها عنده 5 سنين، ربنا يديله الصحه والعمر، بحب جوزي جدا. ما كانش في اي شعور انك انت سايبه الناس دول وماشيه؟ ولا حاسه بيهم، انا بتفرج عليهم، ولا كان شعور بالالم وهو خالص خالص. من الحاجات كمان اللي اثرت فيا جدا وانا بعد الحلقه بتاعت الفنانه زينب وهبي، ان انا شفت برنامج ليها في لقاء ليها بتعيط بالدموع لانها بتروح امريكا لابنها تقعد عنده شويه بسبب ظروف شغله، ولكن عندها حنين رهيب لمصر وبتحب مصر قوي. والظاهر كده يعني ان السنين اللي فاتت بسبب كورونا الانتاج قل شويه، ما بقتش بتطلع في الادوار المختلفه، والحقيقه ان دي معادله صعبه جدا ما بين ان هي تفضل هنا في مصر علشان تشارك في الاعمال الفنيه المختلفه والمنتجين تبقى على تواصل معاها والمخرجين يبقوا على تواصل معاها، وما بين ان هي تسافر لابنها. فالمعادله صعبه ان هي يا تقعد مع ابنها في امريكا يا ان هي تقعد هنا وتتواصل مع الوسط الفني بشكل عام فتطلع في ادوار. بعيدا عن حتة الأدوار الفنية المختلفة بقى للفنانة زينب وهبي، الفنانة زينب وهبي فعلا من الناس اللي انت لما تيجي تتفرج عليهم ما تحسش أبدا ان هي بتمثل، تحس ان هي صادقة جدا في كل دور هي بتعمله، مضحكة جدا في الأدوار الكوميدية اللي احنا شفناها مع الفنان محمد صبحي. فأنا أتمنى أن أنا أشوفها تاني في أدوار مختلفة يا رب، وأتمنى أن هي تعيش وتمتعنا بفنها وربنا يكرمها ويخليها لأهلها والمحبيها في الوطن العربي. دي كانت كده حاجات بسيطة وسريعة عن الفنانة زينب وهبي، وأتمنى أن أنتوا تكونوا مبسوطين بالحلقة دي. لو اتبسطتوا ما تنسوش تضغطوا لايك، لو ما حبيتش الحلقة من فضلك كمان قولي ما حبيتهاش ليه. الحلقة بتاعت النهاردة خلاص خلصت، شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.